ريهام انت ما بتزعليش من ما بتتعبيش من المشاكل بص بعد المرحله دي بصي مريتي بمشاكل كتير بصي قوي بصي هقول حاجه لا بصي هقول لك حاجه انا واضح جدا 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 ان انا عديت الخطوط الحمراء لان الواحد يلفت النظر او ينجح لان انا عايزه أقولك حاجه ساعات كتير قوي الكيرف لما بيعلى قوي 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 لازم ينزل لازم ينزل لان انا زي ما بقول لك طب انا هقول لك حاجه شيخ خالد الجندي قال رقاصه صح وسيد علي قال عليا بافور ومش عارفه مين قال عليا ايه وبتاع انا رفعت عليهم قضايا ليه ما رفعتيش قضايا طيب لا ما رفعتش قضايا لان حقي هيجي بطريقه تانية خالص ازاي ايه الطريقه ربنا في حاجه حابه تقوليها تاني؟ أه لا حابه اقول ان ان لو الناس فاهمه ان الناس بتهاجمني او واقفه ضدي او كان مش ده احساسي يعني ما بخطيش خطوه غير لما بلاقي حد بيدعي لي في الشارع. انا ليا الحمد لله شعبيه كبيره جدا وجماهيريه كبيره جدا يمكن هي دي اللي عامله مشكله للناس دي اللي هي غيرانه جدا من ريام سعيد بس انا يعني زي ما انت تعبتي ولا ما تعبتيش؟ أه لا انا تعبت قوي لدرجه ان فعلا فعلا الواحد المفروض يعيش من غير وجع الدماغ ده و... لازم تريحي شويه ريهان لا لازم اريحهم مش أريح. لا, لا ابعدي شويه عن المشاكل لا, لا موضوعات أسف شويه انا انا ما ببعدش عن المش انا هعمل شغلي زي ما هو لغايه ما ربنا يريد ان انا اقف تاني وثالث ورابع ويقومني تاني وثالث ورابع لكن هو المفروض يعني بصراحه الناس اللي تريح نفسها مني شويه يعني تهدى شويه جواها وتعرف ان معلش الفشل ده مش مش بتاع حد يعني والنجاح مش بتاع حد يعني فكره ان حد ينجح ده مش بايده فهو بس الناس اللي تريح مني شويه مش انا وحشه ما يتفرجوش عليا ويسيبوني في حالي وما يجيبوش سيرتي بس